يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة ذكر التوسل وقال في موضع إنه بدعة، وفي موضع آخر إنه وسيلة للشرك، وفي موضع ثالث إنه شرك. سؤاله: هل هذه الأقوال منه رحمه الله؟ أنا وضحت هذا لكم، قلت التوسل إذا كان معه عبادة للمتوسل به بالذبح له والنذر له والاستغاثة به فهذا شرك، توسل شركي. أما التوسل الذي ليس معه عبادة للمتوسل به فهذا يعتبر من البدعة وهو وسيلة إلى الشرك. نعم.